بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع خطبة الجمعة الممنوعة. عنوان خطبتنا إهانة المرأة باسم الدين، فرصة لاستغلالها بدعوة التحرير. عباد الله، عاشت المرأة في الجاهلية الأولى قبل الإسلام واحد المدة ديال الزمن تحت الظلم والسيطرة والقهر والإهانة، وجاء الإسلام وحررها بالمفهوم الحقيقي ديال التحرير واعترف بالآدمية ديالها، فكانت نعم البنت ونعم الزوجة ونعم الأم. ومن الصور ديال التكريم ديال الإسلام للمرأة أن وحدة من النساء المسلمات مشات للسوق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم باش غادي تبيع وتشري مع اليهود، فجعلوا اليهود بغاو باش غادي يكشفوا الوجه ديالها، بغاو لأن المهمة ديالهم بحال المهمة ديال هادوك الحيوانات الضارة بحال الفيروسات، بغاو يكشفوا ليها على الوجه ديالها. وهذا ما تيخططوا ليه في العالم كله باش غادي يعريوا النساء في العالم كله. ورفضات هذه المرأة هذه المسلمة وأبت على ذلك، وجا واحد من اليهود من موراها وربط واحد الطرف ديال الثوب ديالها بالراس ديالها في الوقت فاش ناضت هكا بلا ما تشعر، غير وقفات وهي انكشفات وغوتات، فجاء واحد من المسلمين وقتل هذاك اليهودي اللي فعل هذه الفعله هذه. اجتمعوا اليهود على المسلم وقتلوه، وحيث بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر خرج هذه القبيله اليهوديه كلها بكاملها. لسبب نقدو حنايا في هذا الزمن ديالنا اللي مكرفص والمقاييس ما بقاش عندنا، نقولوا شي بس ما كان، لكنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالمقياس الشرعي الصحيح تعتبر امر عظيم، اللي هو التطاول على المرأة المسلمة والتعدي على الكرامة ديالها. وبالانتقاد ديال العروة ديال الحكم، تروي ان الامام احمد في المسند باسناد صحيح عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، واولهن نقدا الحكم واخرهن الصلاة، وافتراق السلطان عن القرآن والدولة عن الدعوة. تروي ان الطبراني وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن رحل الإسلام دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب. عندما حدثت هذه الانتكاسة التاريخية ساد الظلم ولاحق المرأة نصيبها من هذا الظلم. ظلمي مش غير المرأة وحدة اللي مظلومة، كل شيء هذا الشيء هذا نتيجة انتقاض الحكم. وكانت الفرصة سانحة لأعداء الدين لدعوان هذه المرأة هذه للتحرر ديالها مما يمارس عليها باسم الدين عدوانا وزورا، فاغترت بهذه النداءات المغرية واستجابت للمنادي، وكانت ديك الساعة لقمة سائغة وطعم لذيذ لأعداء الدين. هربات من العافية ومشات للرمضاء ديال الصحراء. وأحسن مثال تقريبي، لأن بالمثال يتضح المقال، الحال ديال المرأة اليوم عموما والمسلمة خصوصا هي هذه القصة الرمزية اللي واجب باش ناخذ منها العبرة. والكيس من اتعظ بغيره، يحكى أن واحد السراح جايب الغنم ديالو للزريبة وغلق على هذيك الغنم الباب كله من جميع النواحي، فحيد جات الذئاب الجائعة صابوا البيبان مسدودة، ما عندهم منين يدوزوا لهذاك الغنيمات. وحيت يأسوه باش يوصلوا لهذوك الغنم، داروا شي خطة بقاو تيدبروا بها باش يحرروا الغنم من هذيك الزريبة ويديروا بهم ما بغاو. في هذيك اللحظة توصلوا الذئاب إلى أن الطريق باش غادي يوصلوا لها هي يديروا واحد المظاهرة أمام البيت ديال السراح، وينوضوا يهتفوا بها فيها بالحرية للأغنام، حروا الأغنام حروا الأغنام. فنظمت الذئاب مظاهرة طويلة يدوروا حول الحظيرة، حيث سمعوا الأغنام أن الذئاب نطب والمظاهرة تدفع فيها عن الحرية ديالهم والحقوق ديالهم، تأثروا الأغنام تأثروا لأنهم ما عندهم سابقة علمين وما محصنيش،
ونضموا لهذاك المظاهره، هذوك من برا والاخرين من الداخل، بداو هذوك الغنم تينطحوا هذوك الحيوط والبيبان بالقرون ديالهم حتى تهرسوا البيبان وتفتحوا وخرجوا تحرروا جميعا هذوك الاغنام وهربوا للصحراء، والذئاب تجري موراهم والراعي تيغوت وتينادي ويلح العصا ديالو ياك ما يصرف هادوك الاغنام على هادوك الذئاب. ما فادش هذاك الشيء لا نداء ولا عصا، وجات الذئاب الاغنام في واحد الباديه مكشوفه ما كاين لا راعي ولا حارس، فكانت هذيك الليله اسوا الليالي في الحياه ديال الاغنام اللي هما محررين في الاعتقاد ديالهم، حيت كلوا اكله شهيه للذئاب المتربصين. وفي اليوم التالي حيت جا السراح الصحراء اللي وجد الاغنام فيها الحريه ديالها، موجود الا العظام مطلين بالدم والطراف اللي هما مليوحين ديال الجلد وداك الشيء اللي شبعوا منه هادوك الذئاب، وما اشبه المظاهره ديال الذئاب ديال العالم، الحريه ديال المراه المؤمنات اللواتي يميزنا او يميزنا بين الصديق والعدو وبين المصلحين. لم يجد عظاما هنا بالنسبة لي الراعي وجد مجرد العظام، بالنسبة لي الذئاب الآن نادوا تيدافعوا وتيدعيوا بأنهم تيدافعوا على الحرية ديال المرأة المؤمنات. هذوك المؤمنات ما عندهمش الميزان الصحيح نظرا للتلقي ديالهم ديال الدين ضعيف باش يميزوا ما بين الصديق والعدو وبين المصلحين والمفسدين. بهذه القصة الرمزية لما شاهد ذئاب العالم أن الوصول ديالهم للنساء المؤمنات العفيفات مستحيل بسبب الولاية ديال الآباء ديالهم، بسبب البقاء ديالهم في البيوت مصداقا لقول الله تعالى وقرن في بيوتكن، بسبب الحجاب الشرعي، داروا مظاهرات تيطلبوا بالحرية ديال المرأة، واستغلوا الظرف ديال الطغيان ديال الكثير من الرجال اللي ما ملتزمينش بالحقيقه ديال الدين الاسلامي الحنيف اللي كرم الله عز وجل فيه الانثى بنتا وزوجه واما، واستغلوا النصوص ديال الشرع وحرفوا المقاصد ديالها للصالح ديالهم، وطغى فيها الراجل على المراه وتجبر عليها وسامها سوء العذاب باسم الدين، وحرف المفاهيم ديال الكثير من الاحاديث استجابه لهواه، استغل هاد الشهاده وهاد الظرف هذا، والهدف ماشي هو الحريه ديالهم بل هي الحريه الوصول لهم. هذا هو واقعنا هذه الايام عباد الله. اعداء الدين استخدموا المراه كاداه لافساد المجتمعات المسلمه، فجات الجاهلية المعاصرة في صورة المشفق على هذه المرأة هذه عن طريق مجلة أو عن طريق صفحة ديال الجريدة أو أغنية فاجرة أو مسلسل أو تمثيلية أو جهاز استقبال، بغاوها باش تفقد الكرامة ديالها والشرف ديالها. قال تعالى في حق هؤلاء وأمثالهم إلى قيام الساعة في سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. عباد الله، من السنن ديال الله عز وجل في الكون التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل. تقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، في قراءة ورش ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. عباد الله، عرفوا بأن المستهدف الأول في هذا التدافع هذا هو المرأة، واللي هي مدرسة الرجال ومربية الأبطال، ورحم الله الشاعر الحكيم حافظ إبراهيم الذي قال في شأن المرأة بنتا وزوجة وأما، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق، رب البنات على الفضيلة إنها
أنها في الموقفين لهن خير وفاق. وما دامت الأنثى عندها هذه الأهمية وتين تجعل الإهمال ديالها خطورة كبيرة، وما دام الأم هذه المكانة فإن أهل الباطل جعلوها من الأمور الأساسية والأولانية اللي غادي يبداو بها باش يحققوا عن طريقها كل المخططات ديالهم التخريبية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وما دام القرآن والسنة هما جوج ديال المصادر الأساسية اللي تينوروا الطريق للمرأة وتحصلوا الأسرة، فبالطبع غادي يكون ما هذوك أعداء الدين ما يخليوش من الجهد ديالهم لإثارة الشبهات حول القرآن وحول السنة وانتهاز الضعف ديال الزاد ديال المسلمين والمسلمات حول التعاليم ديال الدين ديالهم، مما يجعلهم لقمة سائغة في أيدي أعدائهم. عباد الله، عرفوا بأنه لا يمكن للمرأة عموما والمسلمة خصوصا باش تعيش الكرامة ديالها اللي متعها الله عز وجل بها من خلال قوله تعالى من سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وهي في ظل أجواء الظلم الممارس عليها من قبل الكثير من الأزواج وأصحاب الشهوات اللي سلبوها الحرية ديالها وردوها شيء باسم التحرر، وشافوا أن الطاعة ديالها للرئيس ديالها في العمل من أجل الراتب واجب يجب أن تلتزم به، وطاعتها لزوجها في مؤسسة الأسرة القائمة على نظام القوامة والحافظية عبودية. فيا عباد الله، ما دامت هذه العقول المعلولة هي اللي مهيمنة على المصير ديال المرأة، ومادام الكثير من الأزواج تعتقد القوامة استبداد وطغيان وتحكم جائر وماشي تكليف ومسؤولية وخدمة، فإن العنف بكل أنواعه الحسي والمعنوي غادي يبقى ممارس على هذه المرأة هذه اللي هي ضحية. فيا عباد الله، عرفوا بأن القوامة بالمفهوم ديالها الإسلامي هي جزء من نظام متكامل سيحفظ للمرأة حقوق ديالها المادية والمعنوية والإنسانية. فالقوامة ماشي تسلط واستعلاء ولا تشريف، وإنما هي تكليف ومسؤولية. فالقوامة للرجل والحفاظية للمرأة، ودونهما استغلال واستبداد وظلم. قال تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء. وهذا النص جاء في صورة ديال جملة اسمية، وهي تفيد الثبات والاستمرار وتمثل سنة دائمة وقانونا مستويا، كما أن الجملة تحمل صفة العموم والمبالغة. فالآية تفيد أن عموم الرجال قوامون بصورة تامة على عموم النساء الحافظات. قال تعالى في حق النساء في نفس الصورة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. عباد الله، من أنواع العنف اللي تتمارس على المرأة العنف المعنوي اللي واجب باش نكشفوه ونفضحوه ونبينوه التزوير ديالو والزيف ديالو، ومن صوره أنه تتهدد هذه المرأة هذه باسم الدين وتتوظف أحاديث نبوية شريفة ضد هذه المرأة هذه الخدمة ديال الأجندات ديال الشياطين من الإنس والجن. فيا عباد الله، راه ما يستقمش الحديث على المرأة اللي هي نصف المجتمع ومربية الأجيال، ولا الحديث على الأسرة اللي هي الياجرة الأولانية لبناء مجتمع مسلم واللي بصلاح ديالها تصلح المجتمع وبالفساد ديالها تفسد المجتمع، قبل ما نميزوا العدو من الصديق. فالغنم ما ميزاتش العدو من الصديق، ما عرفاش بأن السراح راه صديق لها وبأن الذئاب راه عدو لها. فلهذا احنا خصنا في الأول ونحن في هذه المعركة نميزوا ما بين الصديق والعدو، ونعرفوا راسنا حنايا فينا صف حنايا واقفين، هل مع أهل الباطل أم مع أهل الحق. فيا عباد الله، على كل واحد منا أن يصنف نفسه ويعرف الموقع دياله بين صف أهل الحق وأهل الباطل. فأهل الحق تيسعوا إلى الصلاح والإصلاح في كل مجالات وعلى جميع الأصعدة، بالمقابل لهم أهل الباطل في إطار سنة التدافع، والذين يسعون إلى التخريب باسم ودعوى الإصلاح. فرعون قتل وسفك وسجن وقال
إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وصف موسى عليه السلام بالفساد وصف راسه بالصلاح. عباد الله، من الأعمال الواجب القيام بها باش نحفظوا هذه المرأة هذه ونصونوا هذه المرأة هذه ونحصنوا هذه المرأة هذه، هو نتصداو للشرح ديال بعض الأحاديث اللي تتفهم عوجها وتتسب بها هذه المرأة هذه، وتتولي الشريعة الإسلامية كأنها دارت ضد المرأة ماشي لصالح المرأة. وهذا واجب شرعي باش ننوروا الطريق ديال هذه المرأة المسلمة حتى تطمئن أن الزوج ديالها رفيق الرحلة هو ثقة وحضن ديال الأمان. ويأنس الرجل الزوج أن المرأة الزوج ركن شديد يعتمد عليه، وتعتز المرأة بدينها وتعلم أن حريتها وكرامتها وسعادتها في ظل الإسلام. فأي رجل مشى قال للمرأة ديالو أنتما أكثر أهل النار، ولا قال لها أنت ناقصة عقل ودين، وبدات يسبها باسم الدين، راه عنده واحد الاثم، وراه تيشجع هذيك المراه باش تمشي في الاحضان ديال اعداء الدين من الذئاب البشريه. خصنا نحصنوا ونفهموا للناس ها اشنو تيقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الاحاديث، ونحيدوا هذه الشبهات هذه باش تحصن هذه المراه هذه من نداءات ديال اصحاب القلوب المريضه واهل الفجور والدعاه على ابواب جهنم، اللي ما بغاو الا استغلال السذاجه ديال هذه المراه وحسن النيه ديال وانتهاز الفرصة ديال الرغبة ديالها في التحرر من ربقة عبودية الرجل المستبد باسم العادات والتقاليد المتفشية في البلد باسم الدين، باش يوقعوا بها أعداء الله عن طريق تلبيس الحق بالباطل وسرعة الوصول إليها وتشييئها. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.